السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين صحتكم؟ كلشي بخير. دابا نسولكم الاخوان، هاد الخليه هادي كما تشوفوا راه على اربعه القطارات، ولاحظت واحد المره بانه ما عندهاش الملكه، ما بانش ليه البيض، وضفت ليها الاطار هذا. وكما تشوفوا الاخوان راه ربات بيوت ملكيه، يعني ربات ثلاثة بيوت ملكية في هذا الاتجاه وبيت ملكي في الاتجاه الآخر. ولكن الإخوان اللي بنهضر لكم عليه، الإخوان المشكل هو هذا النحل، يعني هنا كاينة حضنة مغطاش عليها النحل، يعني مغطاش، وبعض بعض الحضنة يعني كما تشوفوا الإخوان راه حلت يعري عليها، يعني كما تشوفوا الاخوان يعني هنا بعض العيون، هاد العين هادي بحت عليها. وكما تشوفوا النحل يعني كبير وما مغطيش. باش نوريكم الاخوان واش كاين بيض ولا ما كاينش البيض، هانتوما كما تشوفوا الاخوان نوضح لكم. هذوك راهم بيوض، ندوزو لهاد الاتجاه هذا، يعني فيه بيض. كاين بيض هناك، يعني الملكة توجد في هذا الخلية. لأنه دابا أنا اش غادي نعمل؟ ورا ماشي فيه بيض واحد، يعني ما فيه بيض، يعني امهات الكذبة هذا ما، يعني انا غير ما غنسوس هذا الاطار هذا وغندي لواحد الخليه راني شفتها ما عندهاش الملكه، غنحط لها البيوت ربما تخلق وتكبر ونعالجوا بها خليه اخرى. وغادي نشوفوا نتابعوا المراقبه واش كاينه الملكه ولا ما كايناش. Thank you.